إلى فيديوهاتنا وبنستعرض طبعا اليوم معنا مجموعة فيديوهات ومعنا صورة ولها حكاية أو وراها حكاية. بنستعرض الصور والفيديوهات ونسمع تعليق الدكتور ونشوف المادة الأولى. هذه صورة قديمة للتبلاين أمامنا وتقريبا تعود إلى 1950. تعليق عندك دكتور؟ شوف، اللي بالأمس ضمن اليونسكو وهذا تراث أصيل، كان في طبعا مباني وزيلت لم يبقى إلا هذا الخط. حقيقة هذا ليس أنبوب بترول فقط، هذا أنبوب ثقافي، أنبوب معرفي، زي ما أنه أرامكو في مدينة العمال غيرت، زي ما أنه سابك غيرت في ثقافة ينبع. خليني أعطيك على المفارقات. كان عندنا وحنا صغار قارب في عرعر، يجون لنا احنا بين القصيم والمدينة، حنا ناكل فول وعدس، هم برجر، حنا ما نعرف شو برجر اصلا، ما نعرف سنيكرز تويكس، حنا يا دوب بسكوت السعادة على طلبك ذاك اللي تغمسه بالشاهي ويطيح نصه بالشاهي ونصه بيدك ونصه ينكب على الارض. يعني اذا تطورنا لعبنا كيرم، لعبنا شس فرفيرة. جاء ولد قريبي ذا قال ما عندكم جولف؟ جولف انا طبعا سويت نفسي ما، قال بلياردو. طيب انا على بالي هذه اكلات، مستحيل اسمع والله استحيل. بعدين تطور الموضوع، احس بس انا اللي حطيته المشكلة. يروى عن الوليد بن طلال ابو خالد يقول انه عرعر متطور اكثر من الرياض، انه عرفت السنيكرز والسينما والمستشفيات الحكوميه الراقيه، عرعر عرفتها قبل الرياض. برضو هذه المعلومه عشان اتاكد منها قرات كتاب سنوات الجوف لعبد الواحد الحميد وكيل الوزاره المعروف الكاتب القدير، فقال نفرح كنا اذا مرض واحد من اقاربنا عشان نروح نعالجه في عرعر، عشان في الليل نشرب بيبسي وناكل سكوت ويكس ونروح سينما. هذا الكلام في الخمسينات. وهو وين كان استقراره في الخمسينات؟ في الرياض، ما بين الرياض وما بين اعتقد الجوف، لانه هو ما هو هذه معلومه مهمه. لا وحلق كتاب ذا نستعرضه بالمناسبه، عشان احنا دائما اوريك انه برنامج ياهله بالعرفه جثري الناس. بعد اسبوعين حيكون عندنا كتاب خاص عن خط التابلاين حيروي المؤلف الاستيبه. لكن التأكيد أنه شوف الوليد بن طلال على أنه ما شاء الله من أثر الأثرياء، كان يحسد أو يغبط أهل عرعر على الحلويات اللي عندهم. طبعا أنا مولود الله يخالف جنب غرفة البقرة، وولد قريبنا ذا مولد مع شهادة ميلاد، وإذا مرض يروح بينهم تعاون الجامعة الأمريكية في بيروت، في طائرة تطلع أسبوعيا من عرعر إلى بيروت، إلى من طريف إلى بيروت يعالجون هناك. فنعتقد أنه هذه الحمد لله أنها كتبت في كتاب، والخط هذا وثق، لأن زي ما قلت لك الخط هذا جاء وآتى بثقافته معه. حتى الآن تجد أهل عرعر بالستين والسبعين تكلمون إنجليزي رغم أنهم ما قرأوا ولا درسوا، تجدهم مولودين عندهم شهادة ميلاد، تلقوا ما شاء الله مطعم تطعيم الجدري، حنا نسنا راح بالجدري. جميل، تحية حقيقة لعرعر وأهل عرعر ولتاريخ هذه المدينة العريقة.